هذه الفرقة التي ظهرت تشكك المسلمين في أصول دينهم، يعتدون على ثوابت الأم، يهرطقون، يجدفون، يتزندقون في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، ويطالبون الناس بحفظ أمنهم. الناس يموتون من أجلهم، من أجل أن يطعنوا في الذات الإلهية مرة، وفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، وفي أصحابه مرات. وأما في الأئمة فالأئمة الأربعة مربع الشر، لا علم عندهم ولا قيمة لهم ولا وزن لهم في العلم ولا في الخلق ولا في الدين. من يتحمل هذا ومن يقبله؟ على السلطان أن يقطع ألسنتهم. هؤلاء أضر على الأمة من اليهود والنصارى وهم لا يفعلون شيئا. واحد من هؤلاء تبرأ منه أبوه، يدعي أنه من المنورين المتنورين، فيقول إنه مهدد بالقتل منذ سنة 92، ثم يدعي أنه في قافلة التنوير يسير، ثم ذكر أقواماً لا يساوي الواحد منهم وزنه الذبابة لا ترابة: فرج فودة، محمد سعيد العشماوي، محمد أحمد خلف الله. وذكر في هذا الوقت إسلام بحيري، إلى أمثال هذه المسوخ الشائعة. يقول وهو لم يصنع شيئاً، إنه يحاول التنوير من قديم، ويحاول مع هذه الفرقة تجديد الخطاب الديني، وحمل حملة شعواء على الرئيس لأنه قال بتجديد الخطاب الديني فلم يفهم، ووجد انحرافا فصحح انحراف المنحرفين، وقال إنما أردت المؤسسات المعنية، لا أن يتكلم كل أحد، والذي يحدث في الإعلام يخيف الناس في بيوتهم، فلا أعز على الناس من الدين في معنى ما قال. فخرج هذا لكي يقول إن كان الرئيس يظن أنه أول من دعا إلى تجديد الخطاب الديني فهذه خطيئة سياسية وكبيرة من الكبائر السياسية، ومن قال إنه قال ذلك أو ظنه. ثم إنكم تدعون إلى تجديد الخطاب بمعنى، وهو يريده بمعنى آخر، ما الذي تقولونه أنتم؟ هذا قال في بعض ما قال إنه منكر لعذاب القبر، واستهزأ بكتاب الله جل وعلا، فمن يطيق هذا؟ يقول هلك عني سلطانية 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 سلطانية، كذا قال، وأنكر عذاب القبر. تبرأ منه أبوه، كان أبوه رجلاً فاضلاً يؤم الناس في مسجد من مساجد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فقال المأمومون بعضهم لبعض: لعل إمامنا مثل ابنه يقول بما يقول به فلن نصلي خلفه. فلما علم بذلك صلى بهم المغرب ليلة من الليالي ثم قام، فقال إنه يؤمن بعذاب القبر، ويؤمن أن من لا يقول بعذاب القبر ولا يؤمن به فهو كافر، وقال إنه بريء من هذا القول ومن قائله. فالذي لا يستطيع أن ينور أباه على كبر سنه أينور أمه؟